بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ كم يا ابو عبد الرحمن؟ 11/5/2017. ما شاء الله، يوم الخميس. يوم الخميس، شنو البلد هذا يا ابو عبد الرحمن؟ جراد في صربيا. ما شاء الله، ليش جايين يا ابو عبد الرحمن؟ نحضر مؤتمر الايديت بتاع السكر. ايديت؟ ايوه. ما شاء الله، والله الجو حضرات كنا نتمشى شويه. ما شاء الله ما شاء الله، والله المكان رائع. هادي ها؟ في مشاكل، اللهم لك الحمد. طبعا هذا الجسر معلق اللي فوقنا. شوف شوف شوف، ما نسميه معلق لكنه شبه معلق، ها؟ لأن له قواعد بس بعيدة. ها؟ إيه. لاحظ هذا، شوف الجسر كامل فوق النهر، ما في في النهر، عارف شلون؟ نعم، فيش أعمدة، هو دايره في النص وفي النهر. بس الله أعلم هم اللي عاملين هذا. أيوه، عشان يعملوا قاعدة. عملوها في وسط النهر. أو يمكن كانت جزيرة وهم بنوا عليها. ممكن. عارف شلون؟ جو جميل وبديع إن شاء الله. طبعا هذا نهر الدانوب، ها؟ أيوة. نهر عظيم. شوف البطة شلون تطير. هذا لو عندنا بالكويت كان طا طا. ما شاء الله ما شاء الله، على تناخذنا الطراد يوصلنا هناك، ها؟ أيوة. فندقنا عايزين طراد فعلا. شوف ابن الكلب، هاو شوف ابن الكلب، سبحان الله. هو ابن الكلب ولا؟ ايوه طه حقيقي. سبحان الله، ها شوف قاعد يلعب هنا الحك نفسه. ايه سلام، شوف البط ذاك شلون، حاجة عجيبة صراحة. اللهم لك الحمد يا رب. طبعا هذا جزء من الدانوب ترى. أيوة. هذا اللي شوف، لاحظ هذا اللي اسمه السابة، هذا. أيوة. هذا اللي أيوة. وهذاك الدانوب، شوف السابة يدخل على الدانوب، عارف؟ نعم. والدليل ليش، شوف هناك شنو اسم الفندق ذاك، شو اسمه؟ السابة. سابة صح، سابة أوسيس ولا أوسيقس أو شيء. وهذا ابو معاذ، وهذا ابو عبد الرحمن، والسلام.